استاذ تيسير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بسيادتك يا فندم، اهلا اهلا بحضرتك. بسيادتك. طبعا التحالف النهارده اكيد عنده ماده قويه جدا يقدر من خلالها ان هو يدعو ويؤيد زي ما ذكر بيان التحالف السيد الرئيس للترشح لفتره انتخابات رئاسيه قادمه. عرضتوا الانجازات خلال المؤتمر القادم فيما بعد من خلال العمل على ارض الواقع، يعني خطه التحالف ايه يا فندم؟ الأول أنا بحيي سيادتك وزميلي الأخ أهلا بحضرتك. الدكتور هشام على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته، اللي هو علق عليه هشام عناني. الحقيقة الكلام اللي حضرتك قلته ده هو اللي احنا خضناه على مدار أكتر من اجتماع مع رؤساء أحزاب التحالف، الأحزاب المصرية اللي بيضم أكتر من 40 حزب، 42 حزب تقريبا، فيهم اثنين كانوا مسافرين فحضر 40 حزب اللي وقعوا على البيان. منهم ناس مشاركة معانا كمان كسياسيين ونواب وشخصيات عامة، ناقشنا على مدار الاجتماعات الماضية وكنا بنتكلم بمنتهى الحيادية والوضوح احنا كنا فين وبقينا فين. كنا فين من ايام 2011 وبقينا فين في 2023. كنا فين من وقت ما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه في ظل لا دوله، في ظل ايام كانت كنا كلنا شايفينها يعني عفوا سواد، ما كناش شايفين قدامنا غير مشاكل. ثم تولى سيادته المسؤوليه، اهم ملف كنا بنحط قدامنا دايما ملف الامن والامان، دور الشرطه المصريه، دور القوات المسلحه، دوره هو في وضع اسس الدوله مره واحده ثانيه وركائز الدوله انها تقف على حيلها مره ثانيه في ظل تحديات كانت بتوصل الى نتائج سلبيه باستمرار. ناقشنا كل الكلام ده على مدار عده اجتماعات، شفنا احنا كنا فين سياسيا ثم بقينا فين، شفنا كنا فين على كل المجالات، لقينا في النهاية كل السادة رؤساء الأحزاب في التحالف. ويمكن كمان اسمح لي إن أنا أقول لحضرتك فضل. إن إحنا بمراجعة كده الأحزاب الأخرى، الزملاء لينا الأحزاب اللي أيدت ترشيح سيادة الرئيس، نقدر نقول إن أكتر من حوالي 90% 91% من أحزاب مصر أيدت انتخابات ورشاح وترشيح سيادة الرئيس. إحنا كمان كتحالف بالإجماع بالإجماع، واحب اقول بالاجماع بعد مناقشه حقيقيه بدون مجامله، كلنا استقرينا وايدنا وطالبنا، بنطالب السيد الرئيس بضروره الترشح واستكمال مسيره العطاء ومسيره البناء والتنميه اللي بداها من وقت توليه المسؤوليه. شفنا سيادتك دوله المصريه بتعبر بيه، او هو عبر بالدوله المصريه لبر الامن والارتقاء زي ما قلنا في البيان بتاعه. مسيره نهضه ابتداها قادها، كلنا عشنا معاه فيها، بنقول له سياده الرئيس في كل لقاءاته صريح بيتكلم بمنتهى الصراحه اللي مع شعبه، الشعب بيعز رئيسه بيطالبه بالاستمرار، احنا كاحزاب سياسيه وكنواب بنقول له سياده الرئيس احنا معاك وبنطالبك بالاستمرار، لان مسيره البناء اللي سيادتك ابتديتها احنا عشناها معاك وشفنا الايام اللي ما كانتش لطيفه ووصلنا الى الايام الطيبه، فاحنا بنطالب باستمراره، وده كان قرار تحالف الاحزاب المصريه في بيانه اللي صدره اليوم. النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا في التاسعه.